يا ام اسماعيل، هو انا ايه عشان استحمل كل ده؟ في الاول دولي هانم بتتهمني بجوزها، انت شفتي عليا حاجه يا ام اسماعيل؟ حد في البيت ده شاف عليا حاجه؟ ما تتلمي، ما انا قلت لك انها بتغير عليه، يعني هو كل التنطيط ده مش عشان بتغير عليه بس، بتكابر وفاهمه ان احنا مش واخدين بالنا. يا بنت اقعدي اقعدي بقى، هدتيني. عايزاني اقعد يا ام اسماعيل؟ اقعد بعد ما سرقني؟ اطلع حراميه في الاخر بعد كل اللي عملته علشانه؟ ده انا من ساعه ما دخلت البيت ده وانا واقفه له على رجلي، انا اللي غلطانه. اتهدي اتهدي، انا مش عارفه انت بتجيبي العفه دي كلها منين. اقعدي. الا قولي لي، هو مين ده اللي اسمه وحيد اللي كانوا بيتكلموا عليه؟ ده يبقى جوز خالتي، طن ورايا لحد ما عارف سكتي. هو ايه اللي عرف سكتك دي؟ هو انت كنت هربانه من اهلك ولا ايه؟ كنت هربانه من اللي بشوفه، هربانه من اللي مكتوب لي اعيش فيه لحد ما اموت. عارف يا راجل، انت لو ما دخلتنيش دلوقتي هطين عيشتكم كلكم واسود ايامكم. على مهلك على الراجل شويه، انت مش شايفاه منطوق ازاي؟ يا اخويا شويه هوا كده، خليني اكلم الراجل بتاعي. ما تتكتم انت بدل ما فرج انت عليك الدنيا. انت حره بقى، الحق عليا. بس يا انعام، انت يا بنت، يا بنت راجل بطاريه وليه؟ انت مش شايفاني بكلمهم؟ بس وليه مين يا مين زي انت؟ يخرب بيتك ليه يا اخويا؟ شايفني لابسه الهلاهيل؟ ده انا اخر شيخه ولغات، الله يخرب بياضكم. هو ما حدش بيرد، اعمل لك ايه دلوقتي؟ في ايه يا ام فاروق؟ عايز حاجه؟ انت كنت فين يا امل؟ كنت بودي القهوه للبيع. عايز حاجه؟ روحي للبيع وقولي له بسرعه ان في واحده عايزاها بره ضروري، واسمها زهره. زهره زهران يا اختي. زهره استني يا امل، بقول لك يا ست، انت عايزاه في ايه بالظبط عشان اعرف اقول له؟ انت مال اهلك؟ قول له زهره زهران وخلاص، هو عارف. ولقيته بيدعي على السواق وقال له خد الوليه دي وارميها على اول البلد، وتنبه على البواب ما تخشش هنا تاني. لميت هدومي في البوق ولسه بفتح الباب، لقيته واقف قدامي بيضحك وقال لي انت رايحه فين يا وليه انت؟ وايه البوقه اللي في ايدك دي؟ وراح خاطفها مني ورميها على الفرشه، وحلف برحمه ابوه ما انا سايبه البيت. وقعد بقى يطبطب عليا ويضحك معايا. انا بقى سقت فيه وقعدت اقول له كده برضه يا سي طلعه، كده برضه، طب اروح فين وانا ليا منين غيركم؟ والله يا سي طلعه ده قلبه ابيض زي البفته، هو احيانا يغلط كده ويبقى متنرفز، لكن بيراجع نفسه ويصلح غلطه. سايقه عليك النبي يا باشا، ما تاذيني فيها. استني يا ام اسماعيل استني، ده انا صارفه عليها اللي ورايا واللي قدامي، ده انا عينها للزمن. يا نصفتي يا نصفتي، ده صوت خالتي زهرة. علام معلم، رباية وربيت، حرام تروحي يا اخويا من اللقمة الحلوة والهدمة اللي عليها القيمة، وربنا شاهد عليا. اخصى عليك يا انعام، اخصى عليك يا حبيبتي، تعملي في خالتك كده يا اختي؟ نبي يا باشا، الناس كانت وشي من ساعة ما سابت البيت، سابت البيت وطفشت وانا مش عارفة اقول لهم ايه. والناس دي بقى ما كلتش وشك ليه لما كنت عايزة تسرحيني ويا صبيانك؟ ها؟ ما تقول، ولا كنت عايزة تلبسيني الطرحة البيضة وتقعديني قدام الناس أقرأ لهم الفنجان وافتح لهم المندل عشان أنصب عليهم زي ما انتي بتعملي؟ الناس ما كلوش وشك ليه لما كنت بتنيميني كل ليلة ودمعتي على خدي عشان عايزة أكمل علام، وانتي قافلة على شنطة المدرسة في دولابك بالمفتاح؟ الناس ما كانوش بيقولوا لك حرام عليكي لما كنت عايزة تحرميني من اللقمة النظيفة اللي عايزة أكلها بالحلال من شغلي، بدل ما مد إيدي في جيوب الناس وديكي؟ ما تتكلمي. عرفتي انا كنت هربانه من ام اسماعيل؟ عرفتي؟ على فكره يا طلعت بيه، انسه غادة عارفه كل حاجه، انا حكيت لها وربنا يسترها زي ما سطرتني وما فضحتنيش، مش زي جوزك اللي جالي لحد هنا عشان يساومني، ولما رحت المستشفى الخالي علشان اشتكيه جري عليك في الشركه وحكالك، حتى سأل عمرو بيه شافوا معايا ساعتها. حطيتي حاجاتك في شنطتك ولا لسه؟ حضرتك فاكر يعني ان انا هقعد هنا دقيقة واحدة بعد الكلام اللي سمعته؟ اسماعيل، هذه الشنطة بتاعتها من جوه. إيه الشنطة تقيلة وظهر مش ناقص. ربنا يعمر بيتك يا باشا، ربنا يعمر بيتك وما يحوجك لحد ابدا. قادر يا كريم. اسمها يا ست انتي، انعام كانت تعرف بحكاية الراجل المجنون ده اللي انت كنت مخبيه عندك؟ تعرف منين يا باشا؟ هو انا كنت اعرف لها طريق جره؟
ده حتى الراجل جوز الله يخرب بيته بيصمصر من ورايا وما قاليش هي فين. وبعدين يا باشا لما عرف بحكاية الراجل الهربان من المستشفى دي جري عليك عشان يطلع بقرشين من وراه. الورقة دي فيها مواعيد الأدوية وفي ورقة تانية ملزوقة على حيطة المطبخ فيها الأكل اللي ممكن حضرتك تاكله والأكل اللي الدكتور منعه عنك. هي أم إسماعيل عارفة كل حاجة، بس يعني يا ريت تخلي حد يبقى واقف على ايديها وهي بتطبخ، اصل هي مش هين عليها تحرمك من حاجه، اصلها بتحبك قوي. بطلي بقى تمثيل، كفايه، مش عايز اسمع منك ولا كلمه، وامشي اطلعي بره انت والست دي، مش عايز اشوف وشك مره تانيه. انت سامعه؟ سامعه؟ ربنا يسترك يا باشا ويخليك وما يحرمك من ضناك ابدا. يلا يا حبيبتي تعالي يا اختي مع خالتك، يلا انا هاخد الشنطة اهو. مالك يا اختي؟ مقهورة كده ليه؟ تروحي تبوسي على ايده عشان يقعدك، خليك واكسة. عارفة لو ما كنتيش جيتي معايا النهاردة كانت هتبقى ليلة قطين. استني على ما نروح البيت. ايه ده؟ بيبصلك كده ليه ده؟ ما يحكمش. نفر. يلا. طبعا يا استاذ عمرو. انت مش عاجبك اللي حصل ده. متهيألي بص الموضوع ده بقى ملوش لازمة. وانت ايه زعلانة قوي كده؟ زعلان عليها؟ هو زعلش ليه؟ هو زعل ممنوع؟ مش كفاية ان انا مكتومة قدامه؟ البنت عملت كل اللي تقدر عليه عشان ترضيك. حرام عليك اللي انت عملته فيها ده. بعد اذنك استنى يا عمرو ما تهربش. قول لي بقى انت عايز البنت دي كانت تمسك مكتبك ليه؟ عشان تاخدك تحت بطها في الرايحه والجايه زي ما كانت هبه بتعمل؟ اسمعوني بقى انتوا الاثنين، الكلام اللي انا هقوله مش هكرره مره تانيه. جوز خاله البنت دي جالي عندي الشركه وكان طمعان في قرشين، وقال لي ان خالها كان مع راجل المجنون ده في نفس المستشفى وفي نفس الاوضه، وهو كمان اللي عربه بعربيته وهو كمان اللي خباه. والست اللي انت زعلان عليها قوي اللي كانت عامله شويتين دول هي اللي قالت لغادة انها تروح تقابل الراجل المجنون ده عندهم في البيت. قولوا لي بقى بعد كل اللي انا عرفته ده عايزينها تقعد هنا في البيت؟ ما ترد عليا، ما ترد عليا، ساكتين ليه؟ كان لازم تمشي. سامعين؟ كان لازم تمشي. ايوه يا فاديه. لا ما اتصلتش، وانا هعرف منين خدته على فين. يا طنط يلا مدي شويه. على مهلك يا بنتي، انا مش عارفه اخد نفسي. على مهلك. وانت جايبانا هنا فين؟ انا مخبيه انكل صفوت في المشتل، وقلت له استنى وانا هروح اجيب طنط شرقيه. بصراحه بصراحه انا مش مصدقه. أنا أخويا صفوت مات وشبع موت. طب بصي أنا بصراحة خايفة لما أقابله أقع من طولي أطب سكت. طب اهدي طيب وخدي نفسك. اهدي وأنت مختارة المكان البعيد ده ليه بس؟ أنا مش عايزة أي حد يعرف إن أنكل صفوت عايش لحد ما أطمن عليه. وما تزعليش منه يا طنط لو هو ما افتكركيش، عشان هو مش فاكر أي حد في الدنيا كلها غير مامي الله يرحمها. وأول ما عرف إن إحنا جايين البلد قال لي خديني وديني عندها، وانا قلت له لازم اجيب لك طنط شوقيه عشان اشوفها. يا هاني مش عارفه اجر رجلي، مش عارفه اجرها. يعني لولا بس ان انت الوحيده اللي بتزوريني، لولا اني طوعتك وجيت معاكي، بس انا خايفه قوي. حبيبتي على فكره مامي كانت عارفه ان انا باجي لحضرتك وبزورك. هبه؟ ايوه، وهي اللي كانت بتديني كل الفلوس اللي انا بجيبها لك، وكانت بتقولي ما اقولش لاي حد اي حاجه. بس هو انت ليه ما قلتليش يا طنط؟ يا بنتي هحكي لك على ايه بس؟ انت ذنبك ايه؟ انت عايزه تقطعيني انت كمان؟ خلص اللي حصل حصل. شبه يقف. احنا خلاص وصلنا. اني صفوت اخويا مات وشبع موت. بلاش يا بنتي. طب اهدي طيب. اهدي يا طنط.
وانت مش عايزه تشوفي اخوكي ولا ايه؟ عايزه بس خايفه قوي، خايفه قوي. يا رب يا رب يا رب. استني هنا وانا هنا. حاضر. يا رب يا رب قوي. أمي صفا، انا جبت طن شوقيه وجيت. المخبرين قعدوا يرزعوا على الباب، يرزعوا على الباب، وانا نشفت في جلدي. ما تخافيش يا شوية، ادخلي انت بس الاوضه بتاعتك وقفلي عليك الباب. سعيدة، ما انش علي اسيبك يا اخويا، ما انش علي اسيبك. سقيتك انا جوه الاوضه وقفلت الباب عليك. خرجت لقيتك واقف قدامهم زي الوحش. قلت لهم لو عاوزين انا خدوني، انما دخول اوضه النوم لا. سالتك ساعتها قلت لك هياخدوك على فين يا اخويا، هياخدوك على فين يا اخويا. بعد كده رحت جريت وراهم، سبت الدار وجريت وراهم. خدوني ساعتها بالكلابيه اللي كانت عليا. كان قلبي حاسس للتها اني خلاص مش هشوفك تاني. ايه بقى لكي بعد كده؟ انت يومي طلعت ما جالوش نوم، زي ما يكون كده كان ضميره بيأنبه. هو طلعت ابن ابو اسماعيل، هو اللي عمل فيك كده، هو اللي بلغ عنك. فضل واقف قدام الدار لحد ما خدوك وركبوك العربية. أنا جننت وفضلت أجري أجري ورا العربية، أجري ورا العربية. وقعدت صوتي لغاية ما خرجت أنا من البلد. هبة عرفت مكاني بس ما قالتش لحد، هي كانت صارتني. هي مامي كانت عارفة إن حضرتك اتقبض عليك؟ قالت لي ساعتها شوية إنها ناوية تطلب منه الطلاق، عشان كده بابي عمل في حضرتك كل ده. مين بس؟ مين بس؟ مين اللي اتدفن قدام يا اخواتي؟ شبهها صح؟ يعني أنا ممكن أبقى زيها في يوم من الأيام.
نفسي تاني. مالك يا بنت؟ في ايه؟ انت مش كنت عايزاني اقعد مطرحك يا خالتي؟ نفسي امونة عيني يا حبة عين خالتك. اديني قدامك اهو من ايدك دي لايدك دي. اكسلن. ازيك يا دادا؟ ايه ده يا غادة؟ انت برضو عاملة تعمليها؟ في ايه وانا عملت ايه؟ استلقي وعدك بقى. مساء الخير يا بابي. كنت فين من الصبح؟ اوعي تقولي لي ان انت كنت في الجامعه ولا عند اي حد من صحابك ولا عند طنط فاديه. انا كلمتهم كلهم ومحدش عارف انت فين. حاضر هقول لحضرتك على كل حاجه، بس ممكن اكل عشان انا جعانه قوي ما اكلتش من الصبح. هاتي لي والنبي ده حاجه كلها. من عينيا يا دنايا، بس شوفي بابا عايز يقول لك ايه. يا رب استرها يا رب. مش عايزه غدا تقولي لي كنت فين؟ هو في ايه بابي؟ هي دي اول مره اتاخر بره ولا ايه؟ لا مش اول مره، بس اول مره تقفلي تليفونك طول النهار وما تكلميش حد وتقولي انت فين. يا نعم. نعم مش موجوده. هو في ايه الكل ده يا بابي؟ انا مش فاهمه حاجه. نعم هي اللي قالت لك ان الراجل المجنون ده مستخبى عند خالتها. بابي انكل صفوت مش مجنون. مش مجنون يا بابي. بعد اذنك انا مش عايزه اتكلم دلوقتي. لا ده ارجوكي افتحي الباب. يا بوبي بعد اذنك مش عايزه اتكلم. انت عرفتي منين ان هو مش مجنون؟ ارجوكي ردي عليا. عرفتي منين ان هو مش مجنون؟ بوبي انا كنت معاه طول النهار. مع مين؟ صفوت كامل ده مات. مات من زمان يا غادة. انا متأكدة ان انا اللي كنت معاه النهاردة ده هو انجل صفوت. طيب بعد ما روحت عند الناس اللي هما كانوا مخبيينه واخديه، روحت بيه على فين؟ ممكن ما تضطرنيش ان انا اكذب عليك. متسألنيش السؤال ده. طنط فادية ما تعرفش أي حاجة. واللي يخليكي متأكدة بالشكل ده إن هو مش صفوت كامل وأنت عمرك ما شفتيه. أنا تعبان. تعبان أوي يا غادة. تعبان ومحدش حاسس باللي أنا فيه. إيه يا بابا؟ ضميرك مأنبك بعد ما حبسته السنين دي كلها؟ عشان مامي رجعت من عنده من السجن قالت لك طلقني؟ ولا مش ناسي منظره ما فضلت واقف له عند البيت لحد ما المخبرين نزلوا بيه وهو في ايده الكلبش بالجلابيه اللي عليه؟
ازاي ان هو من غير ما نشوفه؟ عندنا؟ عندنا ازاي يا خالو؟ يا خالو انا بقول لحضرتك. الو، ايوه يا طلعت، انت عايز ايه؟ ايوه ايوه عندنا ده ايه؟ انا متاكده انه عندك. في ايه يا ماما؟ استنى، وغاده عرفت الكلام ده كله منين؟ قدامك؟ طب ما جابتوش وجات ليه؟ هو لو كان صفوت عندي كنت اخد ودي معاك كده. مع السلامه يا طلعت. بقول لك ايه؟ طلعت اتاكد انه صفوت. اصل غاده قالت كلام محدش يعرفه غيره، وحبيبتي القلب خدت ابوك ووديته عند خالك. يلا بينا بسرعه. طب استني بس يا ماما، هنروح على فين؟ ده ممكن يأذيه، خالك مش هيسيبه. يلا بسرعه. طيب طيب انا هخش البس بسرعه واجي على طول. طب يلا جري جري. الو، ايوه رؤوف، عايز ايه؟ ايه الطريقه اللي انت بتكلميني بيها دي يا فادي؟ مش فاضيه لي يعني ايه؟ مش فاهم. اقفل ايه يا اختي؟ اقفل السكه؟ لا ده انت واضح قوي ان جرالك حاجه في نفوخك. ده انت اللي تخرسي وتسمعين بقى كويس يا هانم. انا استحملت سخافتك لما كنا عندكم في البيت، وقلت اهي هفه جات لها في نفوخها ومسيرها تعدي، لكن تسوقي فيها حبيبتي لا. راسي يا دولي. لا ده انت اللي كلك على بعض كده ما تسويش اكتر من القرشين اللي انت حطاهم في البنك وماسكه فيهم بايديكي واسنانك. انت هتمثلي فيلم يا فادي ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، فوق لنفسك. بابي انت لارج، ما ينفعش اتكلم ليدي كده. انا مش قلت اخرسي؟ بص يا فادية، لا اسمعي انت، انت بالاخر كده تتحرقي انت وفلوسك ونصيبك في الشركه وكل البلا الازرق اللي يجي من وراكي. وايه رايك بقى ان انا قرفت منك ومن عمايلك، ومن اللحظه دي انت ما تلزمنيش. يلا غوري يا خسيس يا واطي. الحمد لله ان ربنا انقذني منك قبل ما اتورط معاك في 60,000 داهيه. في ايه يا ماما؟ مفيش حاجه. هيكون في ايه يعني؟ انا عمري ما شفتك لوكال قوي كده. هضربك بيك جزمه. بقى انا ما اسويش غير شويه الفلوس اللي محطوطاني في البنك وماسكه فيهم ايدي واسناني. يا ماما يا ماما، ما انا قلت لك وانت ما كنتيش مصدقاني. انا عارفه بقى ايه اللي جرالي، طصيت في نظري ولا اتعميت في نافوخي. يلا الحمد لله. عارف صفوت حاجه تانية خالص. انا اعرفه واحنا في الاعداديه، كان صاحب طلعة الروح بالروح، ما كانوش بيفرقوا بعض ابدا. كان هو من عيله على قدهم كده، كان بيلبس طقم واحد بس، ما بيغيروش غير في العيد. بس كان عنده عفه نفس رهيبه. قعد مقاطعنا اسبوعين ثلاثه عشان جدك جاب له جزمه. فضلت الجزمه بلفتها لحد ما مامته رجعتها لنا تاني. يا حبيبي يا صفوت، كنت اقعد طول الليل اكتب له جوابات، اقول له فيها كل اللي انا عايزاه، واقفل الجواب واحطه في ظرف واديه له. ابص الاقي جاي لي وجايب لي الظرف مقفول زي ما هو، يقول لي انت اخت صاحبي، واخت صاحبي يعني اختي، ما ينفعش اخد منك جوابات. كنتش عارفه ان هو بيحب هبه ومتفقين على الجواز. حضرتك بتبص لها كده ليه؟ طول عمرها واقفه بيني وبين ابوك. ربنا ريحك منها عشان تتعزي. ويمكن ربنا عمل كده عشان يرجعهولي. اهلا يا فاديه. ازيك يا مروان؟ ازيك يا خالد؟ انا كنت عارف ان انت هتيجي، بس ما كنتش متوقع ان انت هتيجي بالسرعه دي. طول عمرك مستعجلة. تعالوا ورايا عشان كل واحد فينا يعرف اللي ليه واللي عليه. ايه
فين يا طلعت؟ طبعا هو قال لكم ان انا اجرت علي ناس عشان احرق له بيته واخلص منه. مش هو ده الكلام اللي كان بيتقال؟ ولا في كلام جديد؟ ومهما قلت اذا كان الكلام ده حصل ولا ما حصلش محدش فيكم هيصدقني. بس انا عايز اسالك سؤال، قدام ابنك اللي قاعد ده لما كان ناوي يطلقك عملت ايه؟ انت ناوي تحاسبني دلوقتي يا طلعت ولا ايه؟ لا انا مش بحاسبك، انا بس بفكرك اذا كنت نسيتي الست والدتك اللي هتموت روحها دلوقتي علشان ابوك، اول ما عرفت ان هو كان ناوي يطلقها جريت من قدامه ورجعت لي بمنشورات بتاعت ابوك كان مخبيها معاها. المنشورات دي بتاعت التنظيم السري اللي كان بينتمي ليه، والمنشورات دي كانت في بيتي اللي انا بنام فيه وانا معرفش. لو كانت اتمسكت كنت انا اتسجنت. صدقه ايه اللي خليه يدمرني؟ ما تردي. وامك الست فاديه كانت عايزه تسجنني بالمنشورات دي. ما تردي ساكته ليه؟ انا بقى لو كنت هودها ساعتها وخليت ضابط المباحث يمسك المنشورات دي في الاوضه اللي بينام فيها ابوك عند اخته كان على الاقل خد 10 سنين سجن. لكن انا بقى قطعت المنشورات دي قدامها، قلت حرام لما راحوا يفتشوا البيت بتاع ابوك ما لقوش اي حاجه. اتحبس ساعتها اسبوع ولا 10 ايام وبعد كده طلع زي كل مره. مش ده اللي حصل؟ ما تردي ساكته ليه؟ هو ده اللي حصل ولا لا؟ الكلام ده حصل فعلا يا ماما. ردي على ابنك. انا بقى لما عرفت انها اتجوزته من ورايا ولما هي عرفت كمان ان هو لسه بيحب هبه جريت عليا وقعدت تعيط قالت لي الحقني ابوك ساعتها كان هربان ومطلوب ومحدش عارف طريقه. اتفقت معايا انها تسحبه على بيت اخته وتقبض عليه هناك. انا معايا التسجيل، فاكراه؟ اسمعه لك ولا اسمعه لابنك؟ قولي له انت ليه اتنزلتي على المحضر عشان ما تعمليش قضيه واتحبس. قولي له انت ليه اتنزلتي؟ اسالها اتهمتني ليه بالقتل ساعتها. عشان كده ما كانش عايز يروح لك يا طنط وما كانش فاكر عنك اي حاجه. عرفت يا ديدي انا مش عايزه اقول لك على مكانه ليه؟ على فكره ديدي لحد دلوقتي ما يعرفش انكل صفوت هو فين، انا بس اللي عارفه ومش هقول لكم على مكانه عشان عايزه اعرف انتوا هتعملوا فيه ايه تاني غير اللي عملتوه. واعرف حضرتك يا استاذ مروان ناوي على ايه تاني؟ مش وقت الكلام ده يا غاده، انا عايز اعرف مكان ابويا فين. لا وقته يا مروان، لازم اعرف انت ناوي على ايه؟ ناوي تجرجر دادي في المحاكم ولا ناخد حقك بايدك؟ مش هجرجر حد في المحاكم، انا عايز اعرف مكان ابويا فين. وديتي صفوت فين يا غاده؟ وديتي صفوت فين؟ عايزه تعرفي ليه هو فين؟ عشان تدخليه المستشفى تاني وتقولي عليه انه مجنون ولا عشان الجو يخلالك انت وانكل رؤوف؟ خلاص يا الادب. ايه يا ماما في ايه؟ ندمي السنين على الألم ده، بس حسابنا مش دلوقتي.